انتقل إلى الدكتور الهواري. صار يتملص هو بنفسه من الكتاب ومن تغريضه له بعبارات ظنها الدكتور أنها ترضي تنظيمه، لا سيما بعدما قال لنا الدكتور عبد الكريم إن عبد الحي يوسف قال له: أنا ما همني كل الذين قرضوا هذا الكتاب ديل، المكتوبين في غلاف الكتاب ديل، إلا الهواري ليه يقرز الكتاب؟ هكذا نقل الدكتور عبد الكريم عن عبد الحي يوسف، وما أدري ما العلاقة بينهما، وكلامه مسجل. فصار بعد ذلك يتملص الدكتور الهواري تملصا واضحا كما تلاحظ. الموضوع ما مثل عبد الحي ولا كتاب، والكتاب ده ابن قصة أنا ما هذكر الآن، لكن احتجال مطلع ما كنت أقول. وقوله ايضا: طيب التقريض طبعا انا في كتاب صدرت عليه تغريدات، اللي هو كتاب وقفات مع الدكتور عبد الحي يوسف لولدنا من زمك ده، احنا قربناه حقيقه، وانا قريته عده مرات، وعندي فيه اشياء كثيره والله ماسكه اسرار ما قد ما اقدر اطلع للناس الا اذا اضطرينا يعني. لكن حقيقه لما طلعناه او لما كتبنا كنا اردنا ان ننمي، انا شخصيا مغزي ننمي اتجاه، وهو ان طالب العلم او الطالب المبتدي يجمع ويعرض، فما صوبه المشايخ نشره، بل حتى انا كنت عايز النشر ذاته يرجع لنا فيه الاخ خالد، وهو يعني فقط اكتسب التغريدات بعدين نشر. لكن بعد من رجع ما رجع دي قد تكون مسألة ثانية، لكن المهم في الأمر كون الطالب يكتب كلام ويعرضه على مشايخه ويقروه ويصححوه ويكتبوا له عليه عن مثلك، ده عندي ما في إشكال. عجيب والله كيف يقول الدكتور الهواري في هذا الكتاب ويلمزه ويقول الكتاب ده عنده قصة أنا ما حذكرها الآن، لكن إذا احتجنا له بنطلعه، ويأتي ويقول عن الكتاب الذي قرضه بنفسه: وعندي فيه أشياء كثيرة والله ماسكة أسرار قد ما أقدر أطلعه، كما قال بلهجته، قد ما أقدر أطلعها للناس إلا إذا اضطررنا يعني. وهو الذي قرضه واعترف الآن أنه قرأه عدة مرات كما سمعت الآن أخي المستمع الكريم، واعترف الآن أيضا في آخر كلامه أن المشايخ قرأوه وصححوه وكتبوا لي عليه، بل قال بفمه: أنا المسلك ده أنا ما عندي فيه إشكال. عجيب أمر هذا الدكتور. ثم حصر الدكتور الهواري قصده من التقريض والتعليق الذي علقه بنفسه، وهو يتراجع شيئا فشيئا، حصره في أنه ما أراد إلا أن ينمي اتجاه الطالب المبتدئ كما قال في الكتابة والعرض. الدكتور قصد من تقريضه أن ينمي فقط، أما أنا والله ما قصدت من تأليفي للكتاب أن أنمي قدراتي، إنما قصدت أن أرد على المبتدئ عبد الحي يوسف، وقصدت أن أبين باطله وبدعته للناس ليحذروه، وقصدي من هذا أنه دين وقربة إلى الله تعالى وجهاد في سبيل الله تعالى. ثم لا يفوتنا أن أبين كذبة كذبها الدكتور الهواري، فقال: بل حتى أنا كنت عاوز النشر ذاته يرجع لنا فيه الأخ هذا، فهو يعني فقط اكتفى بالتقريضات بعد النشر إلى آخر كلامه، وأنا حريص على نقل كلامه بحرفه ونصه. هذا الكلام من الدكتور الهواري كذب، فإن الدكتور الهواري الذي يقول هذا الكلام هو نفسه الذي اتصل بي قبل أن يخرج الكتاب من المطبعة وقبل أن ينشر، وقال لي: أحضر لي 200 نسخة تقريبا لدورته، دورة الهواوير. وبالفعل بعدما خرج من المطبعة أحضرت له ما طلب وأعطيتها له بنفسي في بيته في منطقة الحتانة، وأخذها ووزعها بنفسه وبيده على الطلاب هناك، وقد شاهده كل الطلاب واستلموها من يده وهم يشهدون على ذلك، فهو أول من نشر هذا الكتاب. فما هو الجديد عندك يا دكتور لتقول هذا الكلام وتتراجع وتلمز الكتاب شيئا فشيئا، وتأتي وتقول الموضوع ما مسألة عبد الحي يوسف ولا كتاب؟